إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الدعاء باللعن، وقول المسلم لأخيه يا عدو الله، هل هذا جائز؟ ومتى يمكن أن يقال هذا الدعاء باللعنة؟ لعنة الله عليه، لعنة الله عليك يا عدو الله، يا عدوة الله، متى يمكن أن يقال هذا اللفظ؟ ومع الأسف شائع بين الناس، وقد يكون على سبيل المزاح. صلى الله العفو والعافية. أيها المسلمون، إن الله أمر المسلمين بالتخلق بأخلاقه، أخلاق الإسلام، والتحلي بمكارم الأخلاق في مخاطبة الناس والتحدث إليهم وفي التعامل معهم رفقاً بهم وإظهاراً لمحامد الأخلاق، لقوله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وللحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش، يتكلم دائما بالفحش، كلام القبيح، وإن الله يبغض الفاحش البذية، بذيء اللسان، كنقول فلان بذيء اللسان يعني قبيح اللسان سيء الأقوال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، إن من الناس من اعتاد إطلاق لفظ اللعنة فيلعن نفسه أو أهله أو أبناءه أو غيرهم من الناس، ليس على سبيل العموم فحسب، إذ هذا جائز لمن يستحق ذلك، بل على سبيل التعيين، ولا يجوز أن يلعن أو أن يلعن شخص شخصا آخر معينا لسبب ما. النهي عن اللعن المعين كالنهي عن تكفير المعين، معين هو الشخص بنفسه بعينه، ذكرا كان أو أنثى، هذا هو المعين يعني ليس مبهما. فمعنى اللعن، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنه الله بمعنى أبعده عن رحمته أو من رحمته. فإذا قيل لعنه الله فالمعنى طرده وأبعده عن رحمته، وإذا قيل اللهم لعن فلانا فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. فمن قال لمسلم لعنه الله أو لعنة الله عليه فقد تضمن قوله ذلك الإبعاد والطرد من رحمة الله التي رحم بها الله المسلمين، وإخراجه أي بهذه اللعن إخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. ومن الإنسان دعاء على غيره، أي كلمة اللعن أو اللعنة. ومعنى التعن فلان، التعن فلان لعن نفسه
لعن نفسه. ومنها حكم شرعي في التفريق بين الزوجين بالملاعنة، يلعن نفسه وتلعن نفسها. فإذا تم التلاعن بهذا الشكل فرق بينهما تفريقا أبديا خلاص. وخاصة لما كيدعي الرجل أن هذوك الأبناء أو هذاك الولد بالخصوص أو البنية بالخصوص ماشي ديالو، ماشي هو مزوج والمرأة ما عاش معه، يقول هذا ينكر الحملة على أنه منه. هذه مشكلة خطيرة جدا، فلا بد من إقامة هذه الصورة ديال التلاعن بين الزوجين. على أي كلام طويل فيها. قلت ومعنى التعن فلان لعن نفسه، والتلاعن والملاعنة أن يلعن كل واحد من المتلاعنين نفسه أو صاحبه. وفي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك وفيه ولعن المؤمن كقتله، حديث طويل فيه ولعن المؤمن كقتله، أي في الإثم، وإثم القتل أعظم، أي في الإثم، هما في الإثم سواء ولكن إثم القاتل أكثر ظلما وعدوانا. فالقاتل أفقد المقتول حسا ومعنا، واللاعن أفقده معنا، فهما شريكان في الإثم، وإثم القاتل أعظم. والقتل واللعن كبيرتان من كبائر الذنوب، وليس من أخلاق الإسلام أن يكون المسلم لعاناً طعاناً فحاشاً، أي كثير اللعن وكثير الطعن في الناس وكثير الفحش. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سباباً، السباب يعني كثير السب، لم يكن سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً، كان يقول لأحدنا، الصحابي كيحكي، كان يقول لأحدنا عند المعتبة إذا بغى يعتبه عند المعتبة ما له ترب جبينه، ترب جبينه كأنه مس التراب، ما له ترب جبينه، وترب جبينه كلمة جرت على ألسنة العرب، أسلوب عربي معروف، وهو من التراب، ولهذا قال جبينه. والإنسان لما كيسجد كيسجد على الجبين ديالو، معناه يمس جبينه التراب، أي سقط جبينه على الأرض. ولا يراد معنى الدعاء لما قال ترب جبينه، ماشي دعاء عليه، لا، لا يفهم بأن، لأن النبي لا يدعو إلا على من لا خير فيه نهائيا أو استحق أن يلعن. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. كيف الرجل يلعن أو الولد يلعن والديه أو البنت تلعن والديها؟ قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ذاك اللي سبلوبه ده هو سبلوبه، ويسب الرجل أمه فيسب أمه. إذن هذاك السب الأول اللي سب الأب أو سب الأم كان السبب في سب والديه. وتأكيداً على قبح الاتصاف بهذا الخلق ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا يكون اللعانون الكثير اللعن شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لكن يحمل هؤلاء اللعانون على تعاطي اللعن المعين المنهي عنه. يحمل هذا اللعن، يقول لك لعنه وخلاص، يحمل على تعاطي اللعن المعين المنهي عنه
لا على عموم اللعن أو على من يستحق اللعنة من الكفار المجاهرين بالكفر الداعين إليه، وإن توقف بعض العلماء في لعن كافر بعينه. سبحان الله، بعض العلماء توقفوا حتى في لعن الكافر. لما؟ قال لك قد يسلم، ومعناه إلا تدعو بالرفق أو السكت يكون أحسن، يعني السكوت يكون أحسن. عباد الله، في صحيح مسلم ومسند أحمد عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قادم سفر مع أصحابه، وامرأة من الأنصار على ناقة، ركب ناقة، يعني ركبت ناقة، امرأة ركب على ناقة، فضجرت، يعني لا أحب تقول تشجت بها هذه الناقة، فلعنتها امرأة، لعنت الناقة اللي شوية زعجتها. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. لا إله إلا الله، عظمة هذا الدين. حيدوا الأثقال اللي موجودة على هذه الناقة، جردوها، خفوا عنها وطلقوها تمشي حرة، ما يقربها حد، ما يستعملها حد، علاش؟ ملعونة. وشوفوا احنا مع الملعونين بحق، وش هذا هو تعاملنا معهم؟ تؤاكله، تجالسه، تصاحبه وهو ملعون، ولعنه واضح. خلي الملعون اللي هو مظلوم في اللعن، لا ما كنتكلموش على هذاك، ذاك لا يلعن، يحرم لعنه الإنسان غير هكاك، لا، في حالة ما إذا كانت فيه صفات يقوم بأعمال يستحق عليها اللعنة، وأنت ترافقه وتآكله وتشاربه إلى آخره، ما كاين مشكلة. هذه الناقة وما قبلهاش النبي عليه الصلاة والسلام تبقى معهم في الطريق في السفر، وأمر المرأة أن تنزل عنها تحيد خلاص، وأن يخفف عن تلك الناقة وتترك. قيل إنها سارت لا يقربها أحد ولا يؤذيها أحد. سبحان الله. خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران، حاكي الرواية القصة، فكأني أراها الآن، كأني كنشوفها ولونها ورقاء تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، توحد ما يتعرض لها. إن الناقة ليست بمكلفة حتى يصدر منها ما يوجب عقابها باللعن، وضجرها بصاحبتها اللي هي ركب عليها هو سبب لعنها، وإبعادها عن صاحبتها فيها حرمانها من الانتفاع بها تأديبا وعقوبة لها. أما هي فقد استراحت من ثقل الحمل وكد السير بسبب اللعن. في صحيح مسلم عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة كيدعو النبي في الصلاة: اللهم لعن بني لحيان قبيلة، ورعلان قبيلة، قبيلة رعلان، وذكوان قبائل ثلاثة كانوا كفار كيلعنون النبي عليه الصلاة والسلام، وعصية قبيلة تسمى عصية، علاش؟ عصوا الله ورسوله، ما بغاوش يستجبوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وما بغاوش يستجبوا لنداء الإسلام، وقال على قبيلة أخرى غفار، اللي منها أبو ذر الغفاري، غفار غفر الله لها وأسلم، قبيلة أسلم سالمها الله. شوف الأولين، الكلام على الأولين بثلاثة، وشوف الكلام على الثانيين بجوج، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني شج في وجهه، وكسرت رباعيته في أحد، معناه النبي أذي في أحد، غزوة أحد، فقال أي النبي: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟
كيف يفلح هؤلاء اللي عملوا هذه الحالة بالنبي ديالهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء، بحال اللي كنقولوا حنا ماشي شغلك، الأمر ماشي ديالك، ما تزربش في هذا الكلام غادي يجي من بعد. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب المغازي، ومسلم موصولا أي غير معلق في كتاب الجهاد باب غزوة أحد. وفي البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. عين في رواية ثلاثة ديال الناس كيلعن، يلعنهم النبي بأسمائهم في وقت اللي كنسميوه احنا القنوت بعد الرفع من الركوع في صلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله الآية السابقة: ليس لك من الأمر شيء، كتلعن هذاك وهذاك وهذاك، ليس لك من الأمر، لأنه كيقول له أنت ما كتعلمش الغيب، ومعناه أن هذو غادي يسلمون بعد وغادي يصيروا يحبون النبي ويحبون الله عز وجل ويحبون الإسلام ويضحون بأنفسهم من أجل الإسلام. إذن ليس لك من الأمر شيء، أنا أعلم الغيب. واش النبي مثلا تصرف واحد تصرف مخالف للشرع؟ لا، ما نزل وحي قبل ما يلعن ما نزلش وحي كينها نقولوا انه خالف، لا، وانما نزل الوحي بعد ما قال بعد ما لعن، فنزل الوحي ليس لك من الامر شيء، لا في ذيك القبائل ولا في هذ الناس بثلاثه. مزيان. قلت بعدما قال ذلك، وفي روايتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على صفوان، الآن كيعين الأسماء ديالك الثلاثة، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو صاحب الحديبية، صلح الحديبية، وكان باقي مسلم، والحارث بن هشام، ثلاثة. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، إن هؤلاء الثلاثة الذين عينهم الرسول في الدعاء عليهم قد أسلموا بثلاثة، وقد علم الله أنه سيسلمون فيتوب عليهم، ولعل هذا ظاهر من قوله تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، لأنك لا تعلم أن عداوة هؤلاء ستنقلب محبة وسيصيرون أولياء لله حماة للإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وقد أصيب في وجهه وكسرت رباعيته، ومع ذلك يخاطبه الله بقوله: ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، أي أن الأمر أن الأمور كلها لله عز وجل، فهي ليست لك وليست لأحد سواك، فالله هو الهادي لمن شاء هدايته إلى الإيمان، وأمور الخلائق كلها لله وحده. وإذا قال الله هذا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عنه الداعي إلى دينه، فكيف بمن سواه؟ فكيف بمن سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لمخلوق غير الله شيء، لأنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكيف يملك لغيره؟ فينبغي الاعتماد على الله والتوكل عليه واتباع نبيه فيما بعث به، لأنه الدال عليه. وشبيه بمعنى الآية: ليس لك من الأمر شيء، قصة رجلين مطيع وعاصم من بني إسرائيل. كان المطيع يمر بالعاصي، المطيع كيمر على المعاصي على العاصي، ويقول: والله لا يغفر الله لك، أو لا يغفر الله لفلان باسمه، والله هذاك المطيع كيحلف على ذاك العاصي اللي كيمر عليه: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله له: من ذا الذي يتألى هذا اللي كيحلف عليا؟ شكون هو هذا؟ من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك،
هذا اللي كتحلف عليه انت والامر ماشي ديالك وانت لا تعلم من الامور شيئا والغيب عندي وليس عندك وحاله انا اعلم بها وقد يتوب من معاصيه ويرجع الى الله وقد يكون كافرا وقد يسلم. احنا ما تفهموش من هذا الكلام اننا ما نغيروش وما نقولوش غير كاين الامور اللي هي كبيره ما يقولهاش الانسان ما يسجلش الباب في وجه واحد وما يقنطش عباد الله. ارشد نبه ارشد من استطعت ان ترشده نبهه الى خطئه الى معصيته انهاه عنها ولكن ما تحولش بينه وبين الايمان او بينه وبين طاعه الله او بينه ما تدخلش في واحد الامر اللي ماشي ديالك تحكم عليه بالدخول للنار كما تحكم على المؤمن بدخول الجنه. هذا الامر ديال دخول الجنه او دخول النار ماشي ديال شي حد هذا امر خاص بالله عز وجل والنبي اذا اخبر به انما يخبر به عن وحي سواء اخبر بالمنع من دخول الجنه او اخبر بدخول الجنه فهو يخبر به عن وحي من الله له بذلك. قلت هذا الحديث رواه الامام مسلم من حديث جندب بن عبد الله افاد الحديث ان ليس لي من وفقه الله الى طاعته ان يقنط العاصي من رحمه الله او يسد في وجهه باب التوبه او يستبعد قبوله ومغفره ذنوبه وليس لاي كان من الناس ان يحكم على احد بدخول الجنه او بدخول النار او بان فلانا مغفور له او بان فلانا لن يغفر الله له اذ لا علم له بهذا. لكن هذا لا يفهم منه السكوت عن المنكر وفاعله فالواجب ارشاد الناس الى الخير وتعليمهم امور دينهم ودعوتهم الى التزام دين الله تعالى ونهيهم عن كل منكر وتحذيرهم من غضب الله وسخطه وليس لاحد الحكم على الناس بانهم من اهل الجنه او من اهل النار إذ لا تعلم خواتم المحكوم لهم بالجنة أو النار. أيها المسلمون إن اللعنة يشمل المعين وغير المعين يشمل المعين فلان باسمه وفلانة باسمها أو الناقة كما سمعتم شيء معين واضح وغير المعين هو المبهم غير معروف من أهل المعاصي طبعا على سبيل العموم. فلعن المعين وهو لعن شخص بعينه ذكرا كان أو أنثى لا يجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يلعن أناس المعينين بأسمائهم من المشركين من أهل الجاهلية بقوله اللهم لعن فلانا وفلانا وقد سماهم في رواية أخرى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام نهاه الله عن ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي ليس لك أن تلعن معينا بعينه. ومن ثم لا يجوز لعن إنسان بعينه وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه فلا يجوز لعن سكير معين أو مراب معين أو قمار معين أو متبرجة معينة أو لص معين أو زان معين أو قاتل معين وهكذا هذه المعاصي وكلها كبائر. صاحب معصية من هذه المعاصي ما تلعنوش هكذا نفسه مباشرة فلان أو فلانة هكا بالاسم لكن يجوز اللعن على العموم في الجملة. لعن الله السكارى شكون هو؟ لعن الله القتلة، لعن الله الظالمين، لعن الله اللصوص، لعن الله شهود الزور اللي كيشهدوا الزور في القضايا للناس هذا لعن غير معين لأن الملعون غير معين مش بحال الأول. قلت أما لعن العصاة على سبيل العموم دون تعيين فجائز لثبوته في القرآن والأحاديث ومن الأحاديث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله شكون هو؟ اللي ذبح قدر الله أحمد الله عبد السلام غير معين مبهم. لعن الله من لعن والديه شكون هو؟ لعن الله من آوى محدثا اللي كنقولوا خبى واحد ظالم ما عملش جريمة ومخبيها عنده آوى محدثا أحدث أمرا خطيرا. لعن الله من غير منار الأرض هذا الشيء معروف في البوادي
إنسان عنده أرض محدودة مع فلان كيجي واحد منهم وتغير ذاك الحد، عندهم علامات بيناتهم اللي كتفرق بين الأرض هذا وديال الأرض هذا وتحول ذاك العلامات يزيدها في ديال الآخر إما هذا أو ذاك. لعن الله من غير منار الأرض، هي هذيك الحدود، رواه مسلم وغيره. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقدوة الصالحين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين لهم وتابعين بإحسان يوم الدين، وجعلنا اللهم منهم يا جلال الإكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون ويا أيها الأخوات المؤمنات، لا يفهم من ذكر ما سبق كونكم مثلا خليهم ما تلعنهم شي، لا، انك ما تامرهم ما تنهيهم ما تنبههم ما ترشدهم، لا، غير ما تكون شيء قاسي معهم وتقول شيء امور اللي انت ما عندك فيها حكم، لا تحكم عليهم بالامور اللي غايبه عليك. هذا المعنى. قلت لا يفهم من ذكر ما سبق ان اصحاب المعاصي يتركون على فسوقهم ومعاصيهم، بل لا بد من التذكير والتنبيه والإرشاد والتخويف من غضب الله وعقابه تحقيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا عطلت الأمة هذه المهمة في حياتها الخاصة والعامة لم تبقى أهلاً، أي الأمة، لأن تكون خير أمة على القول بأن الأمة لفظ يعم الأجيال بعد الصحابة الذين هم طليعة الأمة وأصلها، عموم الأمة. وإن كان تفسر الآية بأن المراد به الصحابة، وفي الحقيقة المراد به الأمة كلها، أمة الإسلام، مش غير الصحابة، لكن الصحابة في طليعتها لأنهم المخاطبون بالقرآن في عهدهم. عباد الله، كم ورد من حديث في لعن أصحاب معاص على سبيل العموم، كحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، شكون هي اللي كتعمل هذا العمل أو يعمل بها، إذا العموم. وحديث لعن الله آكل الربا، شكون هو آكل الربا، معنى مش آكل اللي يأكلها، قد يأكلها وقد لا، لأن المعبر بالأكل أي عن كثرة تعاطي الربا، أي المتعامل بها بأي وجه من أوجه التعامل لكن غير معين. وموكله، آكلها واللي أعطاه عليه. وحديث لعن الله المخنثين من الرجال، ذوك الرجال أو الذكور أو الفتيان اللي كيتشبهوا بالنساء، والمترجلات من النساء، أو لعن الله المترجلات من النساء اللي هي اللي تشوفها ما تعرفها واش فاطمة ولا أحمد، خلاص بهذا الشكل، في لباسها، في مشيتها، في وقفتها، في شعرها، وراهم كتشوفوا شيء ما كاينش حاجه اللي غريبه. وحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، الى غيرها من الاحاديث. هذه امثله لعن العام، اللعن غير المعين. ومن ثم يجوز لعن السارق والغاش والعاقل والديه والفحاش، أي كثير الفحش، ولعن السكير والمرابي وشاهد الزور والمقامر والمراهن والزاني والقاتل والنمام والمدلس، اللي كيخبي العيب بحال اللي كيخبي، اللي كيعرف الحديث وتيرويه وفيه ضعيف كيخبي ذاك الضعيف باش يستدل بهذاك الحديث باش ما يبقاش ينضعفه. هذا الذي يعرف عند المحدثين بالمدلسين، والمدلس في نقل الأخبار وفي التجارات، التجارة كيدلس العيوب، كيبيع البهيمة مريضة أو عندها شي عيب وما كيبينوش، ويبيع السلعة وفيها عيب وما كيبينوش، وهكذا. ولعن المتبرجة، ملي كتقول
دعانا الله المتبرجة، شكونها هي؟ متبرجة عامة، بخلاف إذا قلت لعنة لعن الله فلانة. والعاهر التي الزانية التي تحترف الزنا، والساحر، والكاهن لكي يدعي علم الغيب، والمصور كما ورد في الأحاديث. هذه الألفاظ كلها مأخوذة من الأحاديث، لأنه إذا ذكرت الأحاديث كلها معناه راه الصفحة كلها غتكون ديال الأحاديث، وما غنقدناش فيها ساعة. وهكذا، فهؤلاء الملعونون مبهمون، ليسوا معينين بأسمائهم، جاز لعنهم. فلا يجوز لعن شخص معين منهم من أجل الذنب الذي وقع فيه، فلا يجوز لعن مسلم معين كما لا يجوز لعن مسلمة معينة ولو على سبيل المزاح، كما هو رائج بين الناس. يلعن الزوج زوجه وأبناءه، وتلعن المرأة زوجها وأبناءها، ويلعن الأصدقاء بعضهم بعضا، وكأن الدعاء باللعن دعاء خير وليس بدعاء شر، لجهل الناس بأحكام الشرع. عباد الله، لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم أنت عدو الله. انتقلنا الآن من الصورة الأولى المنهي عنها اللي هي ترويج اللعنة، والآن كاتب كلمة عدو الله. هذه عدوة الله، هذا عدو الله، هؤلاء أعداء الله. المسلم والمسلمون والمسلمة والمسلمات لا يقال لهم أعداء الله، وهو يؤمن بالله ويؤمن بدينه ويؤمن برسوله حتى ولو كان عاصيا. أو يا عدو الله أو يا عدوة الله، لأن المسلم وإن عصى الله وهو يؤمن بالله وبرسوله وبدينه فليس بعدو لله. وقد بيّن القرآن الكريم أعداء الله، فقال الله تعالى في مطلع سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ها أعداء فينكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما أنزل من الحق. هذوما أعداء بينهم القرآن لأنهم كفار. أعداء الله هم الكافرون بالله أو بدينه أو برسله أو برسول واحد من رسول الله، أو ديك يقول هذا الكلام اللي غتسمعوا أشنو، أو يقول بأن القرآن انتهى العمل به، انتهى العمل به، والسنة كانت في عهد الرسول وكانت في شخص معين أو بحالة معينة انتهى. وهذه مع الأسف هذا الكلام اللي كتسمعوا كيقولوها اللي كينتسبوا للثقافة الإسلامية، طبعا مش كلهم، لا، أفراد معينين كيسموهم العقلانيين أو العقليين، يستعملوا عقلهم ويقدموه على وفيهم من ينتسبوا إلى العلم. وقد قرأت لبعضهم ورددت على بعضهم من كلامهم، هذا مع الأسف مش جاهلين، لا ما جاهلينش، لكن هذو يحكمون العقول في النصوص الشرعية وفي أحكام الله وأحكام رسوله، ولا يرون إلا ما يراه العقل، هذه هي الخطورة. وينشرون هذه الثقافة في ندواتهم وفي محاضراتهم مع الأسف وفي لقاءاتهم، هذه الخطورة. قلت ولم يبقى صالحا، أي الإسلام انتهى أو القرآن انتهى أو السنة انتهت، ما بقاش يصلح هذا الوقت، ومعناه ما صلح شيئا القيامة. وإحنا كنعلم ونؤمن وهم يرون ويعلمون أن هذا الدين إلى قيام الساعة، لا نبي بعد محمد ولا قرآن ولا سنة بعدها، هذا القرآن وبعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معناه هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. لا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه، أي الدين هو اللي جاء به القرآن وجاءت به السنة، ما عنده نهاية حتى تنتهي الحياة على الأرض حتى قيام الساعة. من قال غير هذا يكفر ويكذب القرآن ويكذب الرسول. قلت وهذا الكلام اللي سمعته كفر، فمن يقول هذا كان عدوا لله تعالى، من يقول هذا الكلام هو عدو الله، حتى ولو يصلي حتى ولو يصوم. هذا الكلام لا يصدر من مسلمين،
صحيح الإيمان أو مسلمة صحيحة الإيمان. أعداء الله هم الذين يعادون من يعتقد عقيدة الإسلام أو شريعة الإسلام أو صلاحية الإسلام للحياة، هذوكم أعداء الله. أعداء الله هم الذين ينادون بأقوالهم وكتاباتهم بإقصاء الإسلام عن مجالات الحياة، خلاص انتهى الإسلام، أو يطعنون في القرآن أو في السنة النبوية. أعداء الله هم الذين يخططون لأن تسير حياة الناس وفق أهوائهم وشهواتهم، وهم طلقاء أحرار ينعمون بحرية مطلقة، لا يتدخل في حياتهم شيء اسمه شرع الله يمنعهم مما يريدون، ولا يقيدهم قيد اسمه الأخلاق، فدينهم أهواؤهم وأخلاقهم انحرافاتهم وتصرفاتهم المعوجة، وحياتهم شهواتهم البهيمية، وغايتهم خدمة أجسامهم والاستمتاع بملذات الدنيا ولا شيء بعدها. وجهلوا أن بعد الموت حياة السعادة أو الشقاء، أن بعد الموت حياة السعادة أو الشقاء، إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يحفظنا من النار. أعداء الله وأعداء المؤمنين بدينه، أي بدين الله، هم الذين يعتقدون أن لا حرام على الناس في الحياة، فكل ما هو موجود في حياة الناس هو من متع الحياة. كاين اللي يقول هذا الكلام، فلا حرام من النساء، ولا حرام من المآكل والمشارب، ولا حرام من الملابس، ولا حرام من المال، والناس أحرار في نظرهم، والناس أحرار في تصرفاتهم وتجاراتهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم، تطبيقاً لمبدأ الحرية في نظرهم، حرية الخرافات والشعوذة والسحر والكهانة والعرافة والشرك والكفر بكل صوره، وحرية السفاح الزنا والسفاد في علاقات النساء بالرجال، وحرية السلب والنهب واللصوصية في الحياة الاجتماعية، وحرية القذف والطعن والسب واللعن وسوء الظن بالناس، والتجسس والغدر والخيانة والقمار والرشوة في المجال الأخلاقي. عباد الله، إن عقلاء الناس، إن عقلاء الناس لا يقبلون الحرية بهذا المفهوم الواسع، لا يقبلون الحرية بهذا المفهوم الواسع الذي تذوب فيه إنسانية الإنسان، بل يرون في هذا المفهوم فوضى الحياة. العقلاء من الناس يختل بها نظام التوازن في مسيرة الحياة، ومن رضي أن يعيش هكذا فقد اختار أن يعيش حياة البهائم أو حياة الحيوانات في الأدغال، ولعل هذه أرقى من حيث كونها غير عاقلة وغير مكلفة، والإنسان مكلف فهو أشرف وأرقى المخلوقات الأرضية، فإذا اختار التسيب في الحياة اختار أن يرد أسفل سافلين إلى صف العجماوات. فالحياة بلا دين ولا أخلاق ولا قيم ليست حياة الإنسان العاقل المكرم المكلف. اللهم افتح الآذان الصمة والقلوب الغلفة، ونور البصائر بنور هدايتك، واهدها صراطك المستقيم، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعل بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السيد سليم ما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأمت نباتنا حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح ولنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وولاة أمورنا وكلنا وليا ونصيرا، واهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لطاعتك، وخذ بأيدينا إلى الحق، وانصرنا بدينك يا ذا الجلال والإكرام، وحل بيننا وبين أعدائنا وأعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخوة الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.